السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير، في الفيديو هذا حنتكلم عن الدجاج البراهمة، وبنفس الوقت يا جماعة الخير هيني بطلع الكاميرا قاعد. اللي بيقول لي انت ليش بتطلعش في الكاميرا، هاي بطلع تمام. بالنسبة للدجاج البراهمة يا جماعة الخير، بدأ ان هو يبيض عندي بالفعل، فالحمد لله يعني لقيت حتشوفوا اللي هو البيض، هفرجيكم البيض طبعا، وحنشوف ايش انا حسوي. طبعا يا جماعة الخير في ناس كتير حكت عن الدجاجة البيضة انها ديك تمام، فانا لقيت بيض، فمش عارف البيضة هذه من اللي هو الدجاجة السكنية ولا من الدجاجة البيضة، فما علينا بديش اطول عليك. وانا جبنا اللي هو ديك زي ما انتم شايفين، ديك جبناه على المزرعة. طبعا هلقيت حنشوفه أكتر وحنتفرج عليه، وطبعا هفرجيكم اللي هو البيض. طبعا هذا الديك يا جماعة الخير عمره سنة ونص تقريبا، هلقيت حنسمع صوته صراحة، صوته كتير كتير حلو لما يعني يصيح، وحنشوف اللي هو ايش ده سوي فيه. طيب يا ابو ادم انت كيف تستقبل اي طير عندك بيجيك تمام يا جماعة الخير؟ انا اول حاجة بسويها للطير لما اجيبه عندي في المزرعة، اول حاجة معايا اللي هو علاج بديله اياه، كان منيح كان مش منيح بديله العلاج. طيب ايش معاك يا ابو ادم؟ معايا رندين، شايفين كيف؟ مش متوفر عندك رندين، في فلاجين، اي حاجة مهم للمعدة، مطهر للمعدة تمام. فانا متعود يا جماعة الخير اي طير عندي اجيبه في المزرعه ان انا اديله اللي هو يا رندين يا اللي هو فلاجين، فانا هلقيت حديله الفلاجين، هنديله معاكم يا جماعه الخير الفلاجين او الرندين. فصبرا جميل والله المستعان تمام. انا يا جماعه الخير حديله اللي هو الرندين زي ما انتم شايفين، هديله اللي هو حبة الرندين في تمه او في تمه او في بلعومه، فبس بدي امسكه منيح، هو هيغلب شوية. اهدى اهدى اهدى، بسم الله تمام. زي ما انتم شايفين ادينا له الحبة، وهنروح لقيتها ناخده على اللي هو الدجاج، نشوف ردة فعله كيف هيكون للي هو اناتي او الانات اللي انا بدي اديله اياهم، وحنشوف البيضه اللي بيضتها. طبعا بديش اذكرك، بتمنى لو انت اول مره بتشاهد اللي هو الفيديوهات تبعتي تنزل تحت في اشتراك، يا ريت تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو اسلخ لايك وخلينا نروح يلا. طبعا يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين اللون اسود ليل كحلي مشرول، ولكن الشراويل يعني مقصوصة مش عارف ايش القصة، مقصوصة ويا دايبة مش عارف صراحة. الطرمصة زي ما انتم شايفين هذه هي الطرمصة او السلاح تبعه، هذا هو وهذا هو الديك. لقيت حنطلقه للاناتي، هذا هو وجهه بسم الله ما شاء الله عليه، ولكن عشان الدنيا شوف فهو فتح ثمه، لقيت حنطلقه للي هو الاناثي، فمش عارفين رد فعله حيكون كيف، فيلا نشوف. طبعا يا جماعة الخير ثواني الكاميرا وقعت. طبعا يا جماعة الخير اللي هو الذكر شوية شرس، مش شرس كتير ولكن هو بعافر فيا، فبسم الله ما شاء الله عليه زي ما شايفين. هذا هو طلقتك يا سبعي، زي ما شايفين في اختلاف كبير يعني بسم الله ما شاء الله، اذا بتلاحظوا العلي والضخامة اللي هو بالنسبة للي هو الدجاج واللي هو الديك، يعني نفس الفصيل اللي هو البراهمة. وهذه هي الميجويج، الميجويج مش مالك يا ابو ادم مش مركز، فدوة اللي هي بسم الله ما شاء الله صوته حلو كتير كتير. هذه فدوة، طلع كيف الاختلاف بينه وبينها. بالنسبة للي قال لي دجاجة حكى لي ان هو ديك، فهذه هي بسم الله ما شاء الله عليها، في اختلاف كلي يعني اذا بتلاحظوا، مش عارف كيف اوصف لكم، فانتوا هي الحكم والشاهد بتحكوا لي
قناتي هذه دجاجة ولا ديك زي ما شايفين هاي الواضح يعني واضح بسم الله ما شاء الله مبين انها هي دجاجة يعني هي في الحلقة هذه حتقولوا لي مظبوط هذه دجاجة يا ابو ادم فزي ما شايفين هذا هو الديك اللي جبناه الجديد بسم الله ما شاء الله عليه طبعا اديته اللي هو الرندين او الفلاجين بسم الله ما شاء الله عليه طلع كيف زورو بالنسبة لزورو انتوا عارفين انه زورو الديك عالي يعني حجمه مرتفع زورو تهجين اللي هو البلدي على اللي هو الامريكي وهذا هو البراهمة يعني بسم الله ما شاء الله والعزة لله حاجة يعني بدهاش كلام بسم الله ما شاء الله عليها هو يعني كيف لسه جديد عمال لسه بحطه لسه يعني مش متفاعل معاهم فبسم الله ما شاء الله عليهم طبعا يا جماعة الخير هلقيت حنشوف اللي هو البيض اللي بضوه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله طبعا البيض أنا مش عارف مين اللي باضت منهم فحنشوف البيضة هلقيتها قيت حفرجيكم إياها فبسم الله ما شاء الله عليه تمام نشوف البيضة تمام يا جماعة الخير هذه هي البيضة اللي احنا لقيناها هذه هي يا جماعة الخير طبعا انتوا عارفين انه ايدي كبيرة شوية فمش معقول يعني مش معقول يعني يكون الدجاجة هذيك لسه شمرت لسه كتكوت صوص اللي غاد ورا اخت اللي هو عون العيناء فاكيد واحدة منهم ولكن انا جيت فحصتهم ما بينش معايا مين هي مش عارف صراحة مين اللي بايضة يا هادي يا التانية فمش عارف فميت يعني بشروني بشارة هيك خير فاشي حلو فبس يا جماعة الخير كنت سعيد يعني انه انا لقيت بيضة من البراهم عندي فاشي كتير كتير حلو اني لقيت الانتاج يعني وكده فحنتكلم برضو شوية طبعا جماعة الخير هذه اللي هي تم الشكوك فيها انه قاعدوا يقولوا للمتابعين انها ديك ولكن صاحبها يعني اكد لي انه هي دجاجة فمش عارف هل هي اللي باضت ولا لا فنيجي للطرميس او اللي هو السلاح فما فيش خالص ما فيش انه يعني لحسة تفكروا مثلا انه ذكر ولكن لسه صغير زي ما انتم شايفين وهذه هي الشقة الثانية زي ما انتم شايفين ما فيش اللي هو السلاح ما فيش مجرد من السلاح زي ما انتم شايفين هذا هو السلاح فما فيش يعني ومبين عليها انه ايش عمرها يعني تقريبا من 12 شهر لا 9 أشهر أو 8 فمش عارف صراحة فما علينا المهم حبيت إن أنا أفرجيكو وطبعا في الأيام الجاية حنتأكد أكتر هل هذه هي دجاجة ولا زي ما بتقولوا ديك تمام فحنجيب لكم اللي هي الدجاجة الثانية السلفر للتأكيد برضو إنه نفرجيكو الطرمصة برضو طبعا زي ما قلت لكم حنجيب اللي هو الانثى الثانيه فزي ما انتم شايفين حنجيب اللي هو الانثى الثانيه ونشوفها برضه فالله المستعان زي ما انتم شايفين يا جماعه هذه هي الانثى الثانيه برضه نفس الكلام الطرمص تبعتها نفس الاخت اللي غادي اللي هي فدوة زي ما انتم شايفين فيش إلها والشقة الثانية برضو ما فيش إلها زي ما انتم شايفين طبعا اقترحت عليكم في الفيديو اللي قبل هذا ايش نسمي اللي هو الدجاجة هذه طبعا كتير منكم قال لي أسامي فأنا حكيت في الفيديو انه احنا بدنا نسمي هذيك فدوة تمام وهذه اقترحوا عليها اسم صراحة اجاني كمية اسماء كتير كبيرة
تمام. ولكن النقطة وين؟ أنا قلت لكم حطوا لايك على الاسم اللي بيعجبكم. يعني أنت كمشاهد حبيت إنه أنت الاسم هذا ونزلت تحت في التعليقات ولقيت والعزة لو لقيت ناس كاتبة أسماء أنو اسم بيعجبك حط عليه لايك، وأنو كومنت عليه لايكات أكتر حنخلي الاسم. حطت لايك؟ حط لايك. طيب يا جماعة الخير اختاروا الاسم واللي بلاقي على تعليقه أكتر عدد تعليقات هحط الاسم تبعته، تمام؟ طيب يا جماعة الخير بالنسبة لديك فأنا حسميه حسن. طب ليش بدك تسميه حسن؟ خلاص عجبني الاسم يا أخي، سميه حسن أنا. جا جون حرفي كويل. طبعا يا جماعة الخير عون بدأ بالفعل إنه هو يكاكي، اللي سألنا عن اللي هو عون وقتش بكاكي فهو بالفعل يا جماعة الخير بكاكي وبصدر صوت وبصيح. فحتركوا هلقيت مع مشاهد من اللي هو الدجاج اللي أنا جبته، بتمنى إنه يعجبكم وبتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم. تنسوش في اللايكات تحت، أنا اتبهدلت من الديك وسخني، فنشوف المشاهد.